موديل ليه تلات تصريفات دو داز ديد. أول حاجة لازم نعرفها، لازم نعرف الضمائر، ضمائر المفرد وضمائر الجمع. معانا من الضمائر I, they, we, you. القسم التاني he و she و it. نتعرف على معناهم. I بمعنى أنا، I، they هم، we نحن، you أنت أو أنت أو أنتم، أنتما أنتن، you. القسم الثاني he she it. he بمعنى هو، she بمعنى هي، it هو أو هي لغير العاقل، هو أو هي لغير العاقل. يعني إيه غير العاقل يا مس؟ غير العاقل ديت زي الجماد، زي مثلا لما أقول السبورة حاجة غير عاقل، والحيوان برضو cat rat أي حاجة بيجي الضمير بتاعها it. إنما عن الأسماء والأشخاص he بمعنى هو وشي بمعنى هي. I أنا، they هم، we نحن، you أنت، أنت أنتم، أنتما أنتن. دي ضمائر الجمع. I ضمير I بيعمل معاملة الجمع، يبقى ضمائر الجمع بتاخد دو، ضمائر الجمع بتاخد دو، ضمائر الجمع بتاخد دو. ضمائر المفرد بتاخد داز، ضمائر الجمع بتاخد دو، ضمائر المفرد بتاخد داز، والاتنين في صيغة الماضي بياخدوا داد. يبقى في صيغة المضارع ضمائر المفرد بتاخد داز وضمائر الجمع بتاخد دو، إنما بقى في صيغة الماضي الاتنين بياخدوا ديت. هنفهم مع الأمثلة. يبقى verb to do أهم حاجة نبقى عارفين إن هو do و does و did. هناخد do إمتى يا مس؟ مع ضمائر الجمع والاسم الجمع. ضمائر الجمع هي I, they, we, you بياخدوا do. I, they, we, you بياخدوا دو. I, they, we, you بياخدوا دو. He, she, it والاسم المفرد بياخدوا does في دوت في حالة المضارع، إنما في الماضي بقى الاتنين بياخدوا ايه؟ did. طب نفي دو ايه؟ don't. النفي بتاع does doesn't، هيبقى نفي دو don't، نفي does doesn't اللي هي does not، الاختصار بتاعها doesn't. نفي did didn't، نفي did didn't. لازم نبقى فاهمين الضمائر كويس. I أنا، they هم، we نحن، you أنت، he she it هو أو هي لغير العاقل، he و she و it بياخدوا does. ده في حالة زمن المضارع البسيط. في زمن الماضي البسيط الاتنين مع بعض جميع الضمائر بتاخد did. المثال for example I play tennis every Monday. I play tennis every Monday. أول حاجة نترجم الجملة. I أنا play يلعب tennis التنس every Monday كل يوم اثنين. يبقى أنا ألعب التنس كل يوم اثنين، أنا بلعب التنس. ديت عادة في زمن المضارع البسيط استخدمنا لها زمن المضارع البسيط. طب اللي هيسألني ويقول لي فين دو؟
دلوقتي لو حبينا نقول أنا لا ألعب التنس يوم الاثنين، هتبقى I، ضمير هينزل زي ما هو I، هنحتاج فعل مساعد. الفعل المساعد اللي هيجي هنا verb to do، يبقى verb to do verb مساعد، فعل مساعد بمعنى يفعل. هيبقى أنا لا ألعب التنس كل يوم اثنين، هتبقى I don't. وبليه هتنزل زي ما هي، وتكملت الجملة عادي جدا، I don't play tennis every Monday، يوم الاثنين. full stop. I don't play tennis every Monday. حبينا ناخد مثال تاني باستخدام does. قلنا does يبقى هيبقى معانا اسم مفرد. لو قلنا she plays tennis she plays tennis. هنلاحظ ضفنا اس، لان احنا في زمن المضارع البسيط بنضيف اس اي اس اي اس للفعل مع الاسم المفرد، هيبقى she plays tennis. عايزين نعمل لها نفي، الاس ديت هنعوض عنها بdoes، والنفي بتاعها not، هيبقى doesn't، هيبقى she doesn't play tennis. يبقى نفي الجملة she، عشان she من ضمائر المفرد، الهي والشي والات هناخد does، ونفي does not. وتكملت الجملة عادي جدا، وفي الآخر full stop علامة الاستفهام. احنا كده عملنا مثالين، أول مثال بضمير من ضمائر الجمع، وتاني مثال بشي ضمير من ضمائر المفرد. لو حبينا نعمل مثال في زمن الماضي did، لو قلنا I played football أنا لعبت كرة القدم، I played football. زمن الماضي البسيط بنضيف ded هيبقى I played football. حبينا نقول هل لعبت كرة القدم، هنستخدم did الاي في الجملة لما تبقى جملة مثبتة، لما نيجي نعمل لها سؤال هتبقى الاي هتتحول ليو. did you play football، وفي الاخر question mark علامة الاستفهام، يبقى الاجابة سؤال هل هتبقى بإما بيس يا إما بنو. yes نعم، no لا، هيبقى نعم أنا لعب، yes I did، أو no I did not. I played football yesterday، أنا لعبت كرة القدم أمس. حبينا نعمل سؤال بديت، did you play football، هل لعبت كرة القدم،
في اخر السؤال بنستخدم question mark علامة الاستفهام. Yes I did او No I didn't. Yes بمعنى نعم, No بمعنى لا. بيجي بعدها كومة يعني فاصلة, و I اليو في السؤال بتتحول ل I في الإجابة. يبقى did you play? Yes I did أو No I didn't. وكمان بنعمل أسئلة do does. do مع الضمائر, ضمائر ايه يا شطار؟ do بتيجي مع ضمائر الجمع, انما does بتيجي مع ضمائر المفرد. لو قلنا does he does he, حبينا نقول مثال wash his hands, هل هو غسل ايده؟ استخدمنا does لان الضمير مفرد he, he من ضمائر المفرد بتاخد does سواء سؤال او جملة مثبتة عادية. يبقى does he wash his hands, does he wash his hands, هتبقى الإجابة إما بنو يا إما بيس. نو لا, يس نعم, هيبقى نو بعدها كومة هنعمل مقص. does he هتبقى he does في الحالتين, نعمل مقص does he he does بس مع نو نوت, مع نو بالنوت. No he doesn't, yes he does, وفي الآخر full stop نقطة. حبينا نعمل سؤال تاني باستخدام do. do يلا ساعدوني, do هتاخد ضمير من ضمائر الجمع يا إما I they we you, نستخدم you أو they, ما استخدمناش they هنستخدم they. do they like, هل هما بيحبوا تفاح قبل؟ هل هما بيحبوا التفاح؟ الإجابة يا إما بيس يا إما بنو. يس بمعنى نعم, نو بمعنى لا, أدي نعم وأدي لا وبعدهم كومة. نعمل إيه؟ مقص. دو زي هتبقى زي دو, زي دو بس مع الإجابة بنو بناخد نوت في الآخر question mark في السؤال وفول ستوب في الإجابة. وده كان درسنا النهاردة, أتمنى تكونوا استفدتوا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please like share and subscribe.